بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد النهارده باذن الله تعالى نبدا بموضوع تعدد الصفحات. الموضوع بسيط جدا ولذيذ وسهل، بس مطلوب منك بس ان انت تفهمه هو ماشي على اي اساس. هناخد كمثال بسيط، في صفحه في داتابيز عندنا هي اسمها ايه؟ اسمها بيجز، وجواها تيبل اسمه يا شباب اسمه نيمز، عباره عن تيبل فيه اسماء، اي دي بتاع الشخص واسم الايه؟ الشخص، ما فيهوش اي حاجه يعني، تمام؟ احنا عايزين نقدر نعرض النتائج بديت او التيبل ده او المحتويات بتاعته على هيئه ايه؟ صفحات متعدده، تمام؟ لذلك اسمه ما ينفعش مثلا التيبل ده 14 واحد ممكن اجيبهم في صفحه، لكن لو كان 2000 واحد 5000 واحد محتاج اقول له لا، ده انا محتاج اعرض خمس نتائج في الصفحه، او محتاج اعرض ثلاث نتائج في الصفحه، صح؟ يبقى اول حاجه في موضوع تعدد الصفحات لازم تحدد عدد النتائج المطلوبه عرضها في الصفحه الواحده. ده متغير، ده مش ده ثابت كده معاك او متغير، قيمته ثابته. يعني انت بتحدد الاول كم نتيجه عايز اعرضها في الصفحه، انت بتشوفها مع نفسك، لقيت الديزاين بتاعك يشيل ثلاثه مفيش مشكله اعمل ثلاثه، قلت يشيل 50 اعمل 50. تمام؟ يبقى عندنا اول متغير داخل موضوع تعدد الصفحات ده متغير بتحط فيه رقم اللي هو بيحتوي على ايه؟ على عدد الصفحات، عدد النتائج المطلوبه عرضها في الصفحه الايه؟ الواحده. لغايه دلوقتي كده تمام؟ طيب ازاي بتحكم في الموضوع ده؟ هناخده على شقين، شق جوه الاس كيو ال والشق الثاني نبدا نطبقه بالايه؟ بالبي اتش بي. على سبيل المثال انا عندي الجدول ده هروح اشتغل من البي اتش بي ماي ادمن، تمام؟ هقول بقول له ايه؟ سيلكت اي حاجه فروم ايه؟ نيمز، خلاص؟ طيب انا عايز اروح اجيب له اقول له سيلكت اي حاجه فروم نيمز، هات لي ثلاثه بس، هات لي ايه؟ ثلاث نتائج بس، او اخر ثلاثه او اول ثلاثه. وهنا هيجيب لي اول ثلاثه، اقول له ايه؟ في كلمه اسمها ايه؟ ليميت. ليميت كام؟ ثلاثه. ونقول له جو. الكويري اللي احنا عملناه اهوت زي ما انتم شايفين، تمام؟ سيلكت اي حاجه فروم نيمز ليميت ايه؟ ثلاثه. راح جاب لي اول ايه؟ اول ايه يا ايمن؟ اول ثلاث نتائج عندي. لا طب انا عايز يروح يجيب لي من الاخر اخر ثلاث نتائج، نعملها ازاي؟ نرجع تاني كده، سيلكت اي حاجه فروم نيمز الاول، انا عايز الحاجات اللي انت هتعملها سيلكت دي ترتبها لي، اقول له اوردر باي، اوردر باي ايه؟ الاي دي، تمام؟ نوع الترتيب ايه؟ اسندنج ولا ديسندنج؟ دي اس سي، تمام؟ طيب عايز كام واحده؟ اقول له الليمت بتاعها ايه؟ ليمت 3. ماشي يا شباب؟ نقول له جو كده ونشوف. هنلاحظ انه راح جاب لي ايه؟ اخر ثلاثه اهم. مفهومه؟ الاول كانت الايديهات 1 2 3، دلوقتي بقت ايه؟ 14 13 ايه؟ 12. ماشي يا شباب؟ عرفنا بس الحته ديت؟ يبقى عرفنا ازاي نجيب عدد معين او محدد من النتائج من داخل الجدول بكلمه اسمها ايه؟ ليميت. ده اللي انا مش عايز منك تعرف اكتر من كده، تمام؟ احنا قلنا الاوردر باي دي كده حاجه اضافيه. طيب انا عايزه، انا عرضت اول ثلاثه صح؟ تعالوا كده ناخد ده كده واقول له جو، راح جاي عارض لي ايه؟ اول ثلاثه. طب انا عايز الثلاثه اللي بعدهم، تمام؟ الثلاثه اللي بعدهم، لو تلاحظ ان هو اصلا هنا عامل لك امكانيه بيقول لك ايه؟ شو عرض النتائج وستارت فروم، اهي روز ستارت فروم ريكورد رقم كام؟ زيرو. زيرو يعني من اول واحد، تمام؟ طيب انا عايزه يبدا من الريكورد رقم ثلاثه، بعد رقم ثالث، يعني انا عندك ادي واحد ادي الثاني ادي ثلاثه، وواحد اثنين ثلاثه يا شباب مالهاش علاقه بالاي دي برضه، هو عنده في الداتا بيز عنده بيقدر يصنفهم كده، ماشي؟ طب انا لو قلت له ريكورد ستارت فروم ثلاثه هنا واقول له شو، بدا يعرض لي من اول ايه؟ واحد اثنين، لا ده كده غلط، ثواني كده كويري، تعالوا ناخدها من اس كيو ال احسن عشان يبقى كده كده الامر اللي احنا هنبعته. لو قلت له الليمت بتاعك بادئ من الريكورد الثالث وهات لي ثلاث نتائج. كتبتها ازاي؟ ثلاثه وثلاثه. ستارت فروم، يعني ده معناه ستارت فروم. تمام؟ بس بنشيله ونحط الايه؟ القيمه بتاعته، لان الاس كيو ال ما فيهاش كده. ببعت له المكان اللي هو هيبدا منه وعرض النتائج اللي ايه؟ اللي هيجيبها. تعال نقول له جو. نلاحظ انه بدأ يجيب لي ايه؟ 4 5 6 زمان
معايا؟ شايفين يا شباب؟ قلت له ايه؟ تعالى بقى كده، تعالى ناخدها كوبي تاني. طب انا عايزه يجيب السابع بقى، يعني يعدي اول سته، اقول له ستارت فروم ايه؟ السادس. عدي السادس، سادس واحد عندك، وطبعا السادس هنا يعني السابع في عندنا، لان هو بدا من كام؟ من صفر. فالسادس يعني من اول السابع، ومش خد لي ثلاث نتائج وكمل. طب انا عايز يعرض لي خمس نتائج مش ثلاثه، اقول له اعمل عرض لي خمسه. ده ملوش علاقه، ده بيحدد عدد الايه؟ الروز اللي جايه لك من الايه؟ من الداتا بيس. تمام؟ تعالوا كده نقول له جو. بدا لك من اول سبعه وجاب لك لغايه 11، لان انا قلت له ايه؟ خمسه. مفهوم يا شباب؟ الموضوع ده بسيط، هو ده موضوع تعدد الصفحات بكل بساطه. بتحدد له عدد الصفحات، عدد النتائج اللي انت عايزها في الصفحه، وبتحدد له يبدا يجيب نتائج منين؟ اللي هي اول حاجه ستارت ايه؟ فروم. طب ازاي نعمل الكلام ده بالبي اتش بي؟ وازاي نعمل بقى ارقام من الصفحه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه؟ هنبدا نشوفه دلوقتي ان شاء الله تعالى. هنبدا مشروع جديد. لا احنا مش عايزين مشروع، احنا عايزين فولدر جوه نفس الايه؟ السيشن. فولدر بيجز مثلا على سبيل المثال، خلاص؟ وفي ملف، طبعا هناخد ملف الكونفج بتاع ده عشان احنا ايه؟ يبقى في اتصال على طول مباشرة. ماشي؟ وهنا نعمل له ملف جديد اسمه ايه؟ اندكس تو ايه؟ معايا استاذ محمد؟ استاذ محمد الخطيب معايا؟ طيب مركز يعني؟ الداتا بيز اللي احنا شغالين عليها يا شباب اسمها بيجز ولا بيج؟ تعال نشوفها كده، اسمها بيجز. تمام؟ خلاص. طيب نفتح ده برضه عشان ناخد منه كويري او اي حاجه احنا محتاجينها، خليه مفتوح هنا برضه. طبعا انكلود للايه؟ للكونفج. في مشكله في الكود بتاعنا ده؟ كله كود مكرر. ماشي حاضر، هنبدا نرتب. اوكي حاضر، بس شويه. انا فرضنا انا عايز احطه جوه فولدر اسمه انكلود يا اخي. تمام؟ وعندي ايه؟ كويري وعندي ايه؟ ريزلت. سيلكت اي حاجه فروم، احنا طبعا التيبل اسمه ايه؟ نيمز. تمام؟ مفيش ايه؟ وير، مفيش اند، لغايه كده. سيلكت اي حاجه فروم نيمز، ونفذ لي الايه؟ الكويري ده. ولو الريزلت اللي جات لك ديت عدد الصفوف اللي فيها اكبر من او يساوي واحد، معناه ان في نتيجه، ابدا ايه؟ اطبع لي. احنا هنا طبعا ده مش، انا عمال اقول ما بيكملش ليه؟ لان احنا هنا قفلنا الايه؟ قفلنا البي اتش بي. تمام كده، خلاص. طيب لو ما كانش اكبر من او يساوي واحد، معناه ان مفيش ايه؟ داتا. نقول له ايه؟ لا توجد، يلا نو داتا. اوكي خلاص. طبعا احنا محتاجين نقفل الايه؟ الاف من هنا، وهناخده كابل. انا كنت عايز اتاكد منه برضو، ناخده من هنا كده. تمام؟ لو عدد الصفحات اللي جايه لك اكتر من كده، اعمل لي نبدا نعمل اللوب بتاعنا. تعال ناخده من هنا برضو. فين هو؟ واي لهيت. تمام؟ وادي قفله الايه؟ الواي. ونطبع ايكو الاي دي وايه؟ الرو للايه؟ الاي دي، صح؟ مش احنا عندنا التيبل بتاع الداتا بيز يا جماعه في حاجتين بس؟ شايفين اي دي منين؟ ما فيهوش حاجه غير كده يعني. تمام؟ طيب نقول له اطبع لي بي ار كده، او خليه على نفس السطر وبعد منهم نعمله البي ار. خلي ده بي ار تحت، ونقول له تاني كده ايكو ايه؟ رول ايه؟ اني وبس. هنا هنسميه ايه؟ نيم. تمام؟ وهنا ايه؟ اعمل لي ايه؟ سطر بعد كل ايه؟
بعد كل نتيجة. في مشكلة في الموضوع ده يا شباب؟ تعالوا كده نجرب نشوف الكود بتاعنا. بيجز. اوكي. راح جاب لي الايه؟ النتائج. تمام؟ طيب احنا قلنا هيبقى عندنا متغير ثابت اسمه ايه؟ بير بيج، العدد اللي احنا عايزينه في كل صفحة. خلاص؟ ده متغير، عايز كم واحد كم نتيجة في الصفحة؟ قولوا انتوا أي رقم. خليها أربعة ماشي عشان احنا عايزين بس نزود عدد الصفحات. خليها ثلاثة عشان ابتدي ده 14 ويبقى في اسمه في حاجة تانية. أنا عايز كم نتيجة في الصفحة؟ ثلاثة. خلاص لغاية دلوقتي كده تمام؟ طيب أنا عايز أعرف عدد الصفحات اللي هيطلع لي لو انا عرضت قيمة او العناصر داخل الجدول ده ثلاثة في صفحة. تعالوا كده نشوف. احنا عندنا كم واحدة؟ 14. معناه ان هم يعملوا لنا كم صفحة؟ 14 على كام؟ نقسم 14 على كام؟ على ايه؟ 14 على كام؟ على ثلاثة بتساوي كام؟ ثلاثة وكسر. أربعة وكسر، 4 3 12 تمام. طيب والاثنين اللي فاضلين دول لازم اخليهم خمس ايه؟ صفحات. يعني لو جه عندي كسر اقربها للايه او اعملها جبر للايه للاس للعدد الايه اللي اعلى. طب ازاي بنعملها ديت؟ بكل بساطه هنقول له num of pages تمام، عدد الصفحات بيساوي عدد النتائج اللي جايه لي. عدد النتائج اللي جايه لي يعني كام؟ يعني خليها كده result. ناخده من هنا كمان عشان ما نكتبوش غلط. مش الريزلت دي يا شباب المتغير اللي عمل سيلكت على الداتا بيز؟ تمام؟ الريزلت الايه؟ النم روس، عدد النتائج اللي جات لك، عدد الصفوف اللي جات لك داخل الريزلت دي. تمام؟ مقسوم على ايه؟ على الباج. وقبل ده هنعمل كده توتال بيجز مثلا بيساوي، خليه بره ده منفصل كده. توتال بيجز بيساوي ايه؟ عدد النتائج اللي جايه لك مقسومه على ايه؟ على بير بي. تمام. طيب لو احنا جت لنا النتيجه بهذا الشكل، لو احنا قسمنا كده، تعال نقول له اكل التوتال كده مثلا. قال لك 4 وايه؟ 6 من 10. انا مش عايز 4 و6 من 10، انا عايز يقول لي ان عدد الصفحات بتاعتي 5، يبقى استعمل له ايه؟ داله الجبر او التقريب اسمها ايه؟ سيل للايه؟ الناتج اللي هيطلع لك ده. ونشوف كده. قال لك ايه؟ سيل سي اي سي اي اي ال، اسف دايما الواحد دي بتعمل تاني. قال لك كام صفحه؟ 5. لغايه دلوقتي كده مفهوم يا شباب؟ تاني ركز كده. أول حاجة قبل ما أعرض البيانات بتاعتي، شوف أنا عملت له داي مفيش بيانات بتتعرض. قبل ما أعرض البيانات لازم أحدد مجموعة من المتغيرات. أول متغير عدد النتائج اللي أنا عايزها في الإيه؟ في الصفحة. ده متغير ثابت. بتحطه بره وخلاص، أنت بتشوف أنت الصفحة ديت الديزاين بتاعك هيشيل كام نتيجة وبتعمله على أساسها. 3 4 5، تعال نغيره نخليه 5. أو 4 زي ما أحمد كان عايز. تمام؟ تعال نقول له ريفريش، قال لك إن النتائج اللي هتطلع لك هتطلع في كام صفحة؟ في 4 صفحات. طيب دلوقتي اصبح عندنا عدد النتائج في الصفحه وعدد الايه؟ الصفحات اللي عندي، صح؟ طيب عايز ابدا ستارت فروم، يبدا منين؟ يبدا منين؟ فاكرين ستارت فروم اللي احنا كنا بنقولها في ليميت؟ مش هنا كنا بنقول اول مره هيبدا بايه؟ وبعد كده هيبدا حسب رقم الصفحه. طب ازاي المعادله بتاعتها؟ تعالوا نشوف الاول. قبل ما نجيب ستارت فروم عايزين نروح نجيب ايه؟ رقم الصفحه. احنا عايزين اليوزر هنا، طب اليوزر في الصفحه ديت انا اكتب له بقى ايه؟ اندكس دوت بي اتش بي، واعمل عنده سم واقول له ايه؟ بيج يساوي واحد مثلا. يعني ايه بيج يساوي واحد؟ يعني اعرض لي الصفحه، اعرض لي الصفحه رقم كام؟ رقم واحد. طيب هقول له متغير اسمه ايه؟ بيج نم، رقم الصفحه بيساوي
لو كان المتغير اللي اسمه ايه؟ جيت. مش احنا البيج ده هنجيبها من خلال جيت؟ متغير سميناه ايه؟ بيج. كان موجود تمام؟ كان موجود. طيب واحنا عايزينه يكون موجود بس ولا عايزين يكون موجود ويكون رقم؟ لازم يكون رقم. اند از نوميريك. ليه از نوميريك؟ ليه؟ ليه يا شباب؟ جت للايه؟ للبيش. طيب لو كان ده لو كان موجود وكان رقم اعمل له علامه الاستفهام بتاعت انا بعمل شورت اف دلوقتي علامه الاستفهام هات لي الايه؟ قيمه الايه؟ جت للبيش. طيب لو ما كانش موجود او كان واحد لعب فيه وكتبه كلام هات لي خلي لي قيمته بتساوي كام؟ بتساوي واحد وانتهت الجمله بتاعتي. تعالوا كده نشوف النتائج بتاعتي. نقول له ايكو ديت وبعدها كده كوما اديها سطر تمام وبعد كده ايكو هنا ونعمل كده وبعدها احنا عاملين دايت. دلوقتي بنطبع رقم الصفحه وبنطبع عدد الصفحات اللي عندنا وخلي ده 3 عشان نزود بس الصفحات يبقى ايه فيها شغل اكتر. تمام لو ده كده مفهوم يا شباب. انا اول حاجه لازم اجيب الايه رقم الصفحه اللي انا عايز اعرضها. هل انا هعرض الصفحه الاولى او الصفحه الثانيه او الصفحه الثالثه ولا انهي رقم بالظبط؟ طيب تعالوا نطبق النتيجه دي اول مره. قال لك ايه؟ ان عدد الصفحات كام؟ 5 ومطلوب منك تعرض عدد الصفحه رقم كام؟ رقم 1. طب تعالوا نشيله خالص يعني معناه ان هو مش هيبقى الست هيبقى قيمته بكام؟ 1 برضه. طب ما تعالوا بقى نخلي الراجل راح جاي جه هنا كده وعمل علامه استفهام وقال لي بيج بيساوي اي حاجه كده قيمته اصبحت ايه برضه ايه 1. ليه ليه قيمته دايما ثابته بواحد؟ طب تعالوا نخليه مثلا بيج يساوي 3. قال لك ايه انا عايز اعرض الصفحه الكام الثالثه اللي عمل الحته ديت الشورت اف اللي احنا عملناه ده. بيج بيساوي لو كان متغير البيج ده اوريدي موجود تمام ولازم تكون نوع قيمته ايه او نوعه ايه رقمي از نوميريك عباره عن ايه عن رقم هاتهولي هو ده اللي انا عايزه. طب لم واقل من التوتال بيج ممكن تضيف لي مثلا فوق 9 خلاص اقول له الصفحه دي غير موجوده انا عايز الصفحه التاسعه ماشي ممكن احطها بس مش شرط هو راح لا اصل انت اللي هيروح إيه؟ انت اهم حاجه في لو حد لعب في الصفحات اللي فوق اول ما حدش بيلعب الا ايه اللي واحد عايز يخرب صح. طب انت عايز تعرض للمخرب ده بيانات لا قول له الصفحه غير موجوده وخلاص وريح دماغك. انت عايز تساعده يعني ان هو يوصل للكود بتاعك يعني ما محدش هيلعب في الرقم اللي فوق ده غير واحد ايه قاصد دخل على اليو ار ال وراح جاي كاتب الرقم بايديه. تمام ماشي يا شباب مفهومه لغايه دلوقتي؟ في حاجه مش مفهومه؟ الموضوع لسه بسيط. طيب اصبح انا عندي بقدر اجيب رقم الصفحه الحاليه او الصفحه المطلوبه عرضها عدد الصفحات اللي هتتكون لي في النتيجه وعدد الحاجات في الايه في الصفحه. فاضل لي ايه بقى؟ ستارت فروم اللي هي بقول له ليميت كذا وكذا صح؟ يبدا يجيب بيانات منين؟ إيه؟ طيب ستارت فروم بتساوي ايه بقى؟ رقم الصفحه تمام مضروب في مضروب في ايه يا شباب؟ بير بيج في عدد النتائج اللي انا عايزها في الايه؟ في الصفحه. طيب تعالوا كده نعمل كده انا عايز اعرض الصفحه الاولى تعال نعمل متغيرات خلاص نعمل متغير كده الصفحه الاولى معناها ان بيج ده النم بيساوي كام؟ 1 ومضروب في عدد النتائج داخل الصفحه بيساوي كام؟ 3 هيبدا يعرض لي من رقم كام؟ 3 مش هيعرض لي من رقم ايه؟ 0 مش احنا قلنا البدايه بيعرض من 0 يعني رقم 1 مش اي دي يعني انا اقصد من رقم 0 عنده في الداتا بيز يا استاذ عماد معايا؟ طب انا عايز يساوي 0 انا عايز اقول له لو النتيجه كانت تساوي 1 لا خليه لي قيمته بايه؟ ستارت فروم ايه؟ 0 النتيجه تساوي 1 يعني ايه؟ او الصفحه رقم الصفحه يساوي 1 خليه النتيجه بصفر هقول له روح جاي لا نقول له كده ناقص 1 وتعال نشوف رقم الصفحه ناقص 1 مضروب في عدد النتائج في الايه؟ في الصفحه تعال نعوض كده
نقول له البيج نم بيساوي كام؟ واحد، واحد ناقص واحد صفر، صفر في ثلاثة بصفر، بكام يا كريم؟ صفر في ثلاثة بكام؟ طيب ماشي، صفر في أي حاجة، أي حاجة في صفر في أي حاجة بكام؟ بصفر، معناها إن هو لو الصفحة رقم كانت رقم واحد معناه إنه هيبدأ يجيب لي من أول الريكورد رقم كام؟ زيرو. خلاص وصلة دي؟ طيب لو كان أنا عايز أعرض الصفحة التانية، تعالوا نشوف، اتنين ناقص واحد واحد، واحد في ثلاثة بثلاثة، هيبدأ يعرض الصفحة التانية فعلا بعد ثلاث إيه؟ نتائج. واصلة كده يا شباب؟ ها؟ في حاجة مش مفهومة لغاية دلوقتي؟ الموضوع لسه الآن ماشيين بسيط جدا أهو. طيب أنا بعد ما عملت عملية الحسابية بتاعتي ديت وجبت الحاجات دي، دي ثابتة ملهاش علاقة، دي بتبقى أول صفحة. أه كابو بس زي ما هي كده بالكامل. تمام؟ معايا؟ هبدأ أقول له جملة السيلكت بشكل تاني بقى. سيلكت على الأساس اللي أنا لقيته. أقول له إيه بقى؟ الكويري بيساوي سيلكت اي حاجه فروم نيمز ليميت، ليميت ايه بقى؟ نعمل نقطه كده ستارت فروم، صح، ونعمل نقطه وكده وكوما، تمام، ونرجع نقطه ثانيه كامل نحط له ايه؟ البير بير. ده اصبح الكويري بتاعي نفس الكويري اللي انا كنت كاتبه هنا يا شباب اهو. سيلكت اي حاجه فروم كذا ليميت كذا الى كذا، بس عشان اوصل العلامه دي تبقى جوه رايحه للاس كيو ال لازم احطها ايه؟ بهذا الايه؟ بهذا الشكل. تمام؟ وبعد كده نفذ لي النتيجه، ولو كانت النتيجه بتاعتك اكبر من او يساوي واحد اطبعها له كده. تعال نشوف النتيجه دي هتوصل لايه؟ احنا طبعا كاتبين الصفحه رقم كام؟ خليها بيش 3 زي ما هي، نقول له انتر. طيب قال لك في عندك ايه؟ في عندك ايرور نير 3 اتلاين ايه؟ 1. في حاجه فوق احنا ضغطنا لاين 1، مفيش لاين 1 هنا، ثانية واحدة كده، تعال نشوف كده، كذا وكوما وبير بيج، مفيش أي مشكلة فيه، لا مش لازم، مش لازم نحط كوتيشن، لأن ده أصلا بنتعامل مع الإيه؟ مع الأرقام، تعالوا هنا كده، اللاين ماي تي مظبوطة زي ما هي، والزيرو والواحد، تعال نعمل تاني ريفريش ونشوف بس ناخده بالراحة كده. We have error syntax image check. ده جملة السيلكت فيها غلط. طيب عايزين نعرف الخطأ من ديت ولا الخطأ من ديت. نيجي هنا ونعمل ايه؟ دايل اوت، تمام، ونعمل ريفرش، مفيش خطأ، معناه ان كل اللي فوق ده ايه؟ تمام، معناه ان انا عندي ايه؟ خطأ هنا. سيلكت اي حاجة فروم نيمز ليميت، مش شرط، مش شرط، مش لازم كده، نعمل مسافة كده ونشوف، يمكن كانت ماسكة فيها فليمت كانت ماسكة. اه فعلا شفت المسافة ديت؟ ان انا كانت دي كده، فعوض الستارت فروم دي عمل لك زيرو، عمل ليميت زيرو جنب بعض، مش ليميت مسافه زيرو، فهو عمل، شوف كانت المشكله عندنا في ايه؟ كلام فاضي بسيط. بدا يجيب لك من اي دي رقم كام يا شباب؟ سبعه. ليه؟ لان انا قايل له هات لي من البيج ايه؟ رقم ثلاثه. طب انا عايز اجيب له البيج رقم واحد، بدا يجيب لي الايه؟ واحد اثنين ثلاثه. طيب البيج رقم اثنين بدا يجيب لي اربعه خمسه، البيج رقم ثلاثه سبعه ثمانيه تسعه أربعة، شايفين؟ طيب خمسة آخر واحدة، مش هما عندنا عدد النتائج كان في خمسة؟ جاب لي اتنين بس، تمام؟ طيب ستة بقى، قال لك إيه؟ نو داتا. ليه؟ لأن إحنا قايلينه لو الريزلت اللي جاية لك على هذا الأساس الكويري ده كانت ما كانتش أكبر من أو أقل واحد اطبع له إيه؟ قول له إيه؟ لغاية دلوقتي كده مفهومة؟ تاني بقى عليها، نعيد عليها تاني عشان مهمة جدا دي. أول حاجة بتعملها بتحدد عدد العناصر اللي أنت عايزها داخل الصفحة. تمام؟ بعد كده بتعمل عملية حسابية تجيب منها عدد الصفحات الخاصة بيك. تمام؟ طيب لو طلع عندي كسر لازم تعمل لها جبر أو تقريب للعدد الإيه؟ الأكبر. في دالة أو ميثود جوه البي اتش بي بتعمل الموضوع ده، فانكشن بتعمل ده اسمها إيه؟ سيل، دالة رياضية. طيب بعد كده عايز أجيب رقم الصفحة، رقم الصفحة هيجي لك منين؟ هيجي لك من اليو آر إل، لذلك بنستعمل إيه؟ جيت. تمام؟ البيج نمبر لو كان رقم الصفحه موجود ولازم يكون ايه؟ رقمي، نوعه ايه؟ رقمي، هاتهولي. طب لو ما كانش موجود او كان نوعه غير رقمي خلي لي قيمته بتساوي ايه؟ بتساوي واحد. تمام؟ مفهومه؟ بعد كده اقول له ايه؟ المكان اللي انا ابدا اجيب منه البيانات او الريكورد، رقم الريكورد اللي انا عايز اجيب منه بيساوي رقم الصفحه اللي انا فيها اللي انا عايز اجيبها ناقص واحد مضروب في ايه؟ في بير بيج، عشان لو كانت رقم اول مره بتساوي واحد، واحد ناقص واحد صفر، الصفر في اي حاجه
هتبقى بصفر، يبقى هيبدأ من ايه؟ من صفر. بدأ في الصفحة رقم 2، 2 ناقص 1 ب1 في 3 ب3 هيبدأ من الرقم ايه؟ 3. مفهوم يا شباب؟ طيب فاضل لنا ايه؟ نكتب له تحت التعدد بقى بتاع الصفحات دي، صح؟ تعالوا كده نشوف. انا عايز اعمل صفحات بعدد معين، العدد ده يتوقف على كام؟ على عدد الصفحات اللي انا عايزها. عدد الصفحات، احنا عندنا عدد الصفحات سوا كام؟ خمسة. خمسة ليه؟ لان انا عامل مثبت العدد النتائج داخل الصفحة الثلاثة، خلاص اقول له 4 متغير الاي بتساوي 1، تمام؟ والاي ده انا تعالى نبدا، كان شوف هنبدا من واحد ولا من صفر؟ الاي لازم يكون اقل من او يساوي ايه بقى؟ عدد الصفحات. بعمل تكرار من اول واحد مثلا، واحد واثنين وثلاثه واربعه لغايه ايه؟ خمسه، يعني الصفحه الاولى، الصفحه الثانيه، الصفحه الثالثه، الصفحه الرابعه، الصفحه الخامسه. مش فاهم. انا دلوقتي يا شباب عايز اعمل تحت، اطبع هنا كده في الصفحه بتاعتي، تعالوا بس نكتب هنا حاجه ثانيه، نوقف دي بس كده. خلينا بس نكمل البتاع ونقول له الايه؟ الاي بلس بلس الاول، تمام؟ ونعمل له كده الجمله بتاعتنا، تعال نطلعها فوق كده شويه وبس، مش عايزين اكتر من كده. انا هنا محتاج، خلينا في الصفحه رقم واحد مثلا، انا عايز اطبع له تحت تصفح للصفحات دي، يعني يبقى في رقم واحد واثنين او بيج 1 بيج 2 بيج 3 بيج 4، يضغط عليها يروح جاي اوتوماتيك رايح على الايه؟ على البي. فالارقام اللي انا هطبعها دي بتتوقف على ايه؟ على عدد الصفحات. انا عدد الصفحات عندي كام؟ خمسه، معناها ان انا محتاج اطبع ارقام من واحد لغايه كام؟ من واحد لغايه كام؟ لغايه خمسه، لذلك عملت له لوب من واحد لغايه عدد الصفحات. طب انا ليه عملت هنا عدد الصفحات؟ ليه ما قلتلوش اقل من او يساوي خمسه؟ انا ممكن اقول له كده ويشتغل، بس فرضنا اليوزر هنا جه غير عدد النتائج الايه؟ اللي في الصفحه. يبقى انا لازم اخليها متغير كده، عشان لو اتغيرت عدد النتائج فوق عدد الصفحات هيتغير على الاساس. مش احنا لما كنا عاملين ان عدد النتائج 3 اصل عدد الصفحات كام يا استاذ محمود؟ 5، ولما عملناها 4 اصل عدد الصفحات كام؟ 4. فلهذا الاساس بنعملها بهذا الشكل. واقول له بقى في اللوب بتاعك ده، هنقول له بس مثال كده، مثلا ايكو الاي، خليه كده الاي بس، وبعد منه شرطتين كده على سبيل المثال كبداية، تمام؟ تعالوا كده نعمل ريفريش، عندي 1 2 3 4 5، صح؟ طيب لا، ده انا عايز اخليه لما مضغوط في لينك عليه، يضغط عليه بيروح جايب الصفحة. تعالوا بقى نحطه جوه لينك بقى. انكر ايه؟ تاج. اقول له بقى اروح جاي فاتح كده ايكو، مالناش علاقة بدي خلاص كده، خليها على جنب، واقول له ايه؟ اتش ريف بيساوي، تمام؟ بيساوي يا استاذ محمد يا خطيب، هتصحى معايا، بيساوي ايه؟ اتش ريف بيساوي ايه؟ انا بقول استاذ محمد الخطيب مش ايمن، ما تتكلمش لما اسالك معايا. لا الاتش ريف ده بيعمل ايه يا شباب؟ بيوديني على الصفحه وقيمه المتغير. هقول له الاول اندكس دوت بي اتش بي، تمام؟ وبيج بيساوي، لا البيج بتساوي الاي بقى، لان انا عندي الاي ده بيتغير كل مره، اول مره هيبقى بواحد يبقى البيج بيساوي 1، ثاني مره هيبقى باثنين البيج هتساوي ايه؟ 2. مفهومة؟ أقول له الإيه؟ الآر، تمام؟ طيب بعد ما خلصت الإتش ريف كده خلاص؟ لا لسه فيه، أروح جاي قافله، تمام؟ ولازم أحط إيه؟ الآي نفسه اللي يبقى الرقم، ما هو ده لينك، ده مش هيظهر، ده مش هيظهر لما الشخص يقف بالإيه؟ بالماوس عليه، وأروح جاي قافل الإيه؟ الأنكور تاج بتاعتي. تعالى بقى مش عايزين دي كده، خليها بينها وبينها مسافات زي ما هي كده، او خليها زي ما خليها شيلها خالص، مش مشكله، هيبقوا جنب بعض، يبقى ايه؟ هتبقوا جنب بعضها. تعالوا كده نعمل ريفريش، اصبح عندي في ايه؟ رابطه. شايفين البيج تحت بتساوي كام؟ تاني مره البيج هتساوي كام؟ تالت مره البيج هتساوي كام؟ شايفين؟ تعالوا نضغط على دي، راح جاب لك اول واحد، نضغط على دي، جاب لك الصفحه رقم 2، نضغط على دي، جاب لك الصفحه رقم 3، نضغط على دي، الصفحه رقم 4، شايفين يا شباب؟ مفهومة؟ خمسة. طيب شكلها مش حلو، صح؟ يعني اوكي ملزقة في بعضها ومش منسقة ومش على هيئة صفحات وكده. هناخد دلوقتي كود سي اس اس، موجود وموجود على النت كتير منه، كود جاهز معمول بالسي اس اس
بيعمل لك تنسيق للانكور ديت. تعال نعمل كده ريفرش الاول، نزلتهم كده ايه صح. انا عايز افصلهم بقى في هيئه مربعات كده شكلها كويس. الكود ده انا المفروض جايبه معايا هنا ان شاء الله برضو. حاضر ما عنديش اي مانع ان شاء الله. ستايل ده بس هناخده زي ما هو، خليه زي ما هو كده ونروح نحطه جوه المشروع بتاعنا. تمام بيست. وعايز اخد الكود المسؤول عن الملف، ناخد من هنا مثلا. تمام معايا شباب؟ هنحطه فين؟ في الاندكس بتاعنا فوق كده قبل البي اتش بي طبعا. والمفروض تايتل، وهنا اقفل ايه بقى الهيد الاول. تمام وابدا ايه بادي، ومفيش اتش تي ام ال اصلا فوق لسه. انا المفروض ايه اتش تي ام ال كده، وعايزين بعد ما ينتهي الكود بتاعنا نقفل البي اتش بي، ونروح جاي قافلين الايه البادي الاول، وبعد كده نقفل الايه اتش تي ام ال، ونشوف الصفحه بتاعتنا. لا دلوقتي ايه تمام بقى اسمها ترقيم الصفحات بس، عشان انا قلت له هنا الايه التايتل بتاعي بيساوي ايه ترقيم الصفحات، مش عايزين تايتل. هو بس اتاكد ان الميتا، واعمل لينك الاتش ريف بتاعه على ايه على ملف الايه ستايل. تمام اوكي نعم. تعال نشوفها كده. اه الهيد مقفوله ومش مفتوح. طيب اوكي خلينا من اول هنا. ماشي يا شباب، هو المفروض هنا يبدا يعمل هنا تمام. ماشي مش هتفرق معايا قوي يا ريت. المهم هنبدا نشوف ازاي هو ده المفروض جواه ملف سي اس اس، جواه ديفايه اسمها بيجينيشن. يبقى لازم اعمل ايه ديف، واللي يكون الكلاس بتاعتها ايه بيجينيشن. تمام يبقى نعمل هنا ديفايه قبل الموضوع ده كده، قبل بعد السطر ده كده، واقول له ايه ايبكو ديف والكلاس يساوي ايه بيجينيشن. تعال نشوف بس احنا كنا كاتبينها ازاي. طبعا ايبكو دي طالما بين اثنين يبقى هنخليها دي ايه سنجل كود بهذا الشكل. شايفين؟ تعال ناخد اسمها من هنا كده ونحطه هنا، واجي بعد نهاية اللوب اقول له ايه اقفل الايه اقفل ايه يا شباب الديف دي. تمام نقفل دي كده ونشوف. ثواني اهم، شوف بقى شكله عامل ازاي. طبعا تقدر تتحكم في السي اس اس بتاعك والوانك، تفتح الملف بقى السي اس اس ده وتبدا تعدل المارجن مثلا، بدل ما هي 7 مثلا بتخليها 5، هيبدا يعمل لك مارجن ما بين الحاجات ايه اقل شويه. تلاحظوا ان هي صغيره. الويتس بقى والارتفاع بتاعها، تقدر تلعب في الحاجات دي، بتغير في الالوان، بتغير في اي حاجه انت عايزها، مفيش اي مشكله عندك. ماشي يا شباب لغايه دلوقتي كده مفهوم؟ اصبح عندي الصفحه الاولى، الصفحه الثانيه، الصفحه الثالثه، الرابعه وهكذا. طيب انا عايز اعمل الصفحه اللي هو واقف فيها تكون مميزه. صح؟ الصفحه اللي هو يكون واقف فيها تكون مميزه، معناه ايه؟ ان لو الصفحه لو المتغير قيمه المتغير بيج اللي فوق دي ساوت حاجه من دول، خلي اللي بيساوي دي هو اللي لونه متغير. يعني لو انا واقف في الصفحه الخامسه ده يبقى لون تاني. تمام؟ وده لو انا واقف في حاجه تانية يبقى غير كده، يبقى لونه ايه؟ اللون الطبيعي اللي احنا عاملينه ده. انا عامل في السي اس اس موجود ملف، او مش انا عامل السي اس اس جايبه جاهز زي ما قلت لكم. في امثله كتير بقى لتعدد الصفحات بالوان مختلفه باشكال بافكار كتير، اكتب بس سي اس اس بجينيشن مثلا هتلاقي حاجات كتير جدا يعني. تمام؟ انا عندي حاجه اسمها ايه؟ كلاس ثانيه اسمها ايه؟ او سبان اسمها ايه؟ كرنت. يعني اي حاجه هتبقى معمول على الكرنت لونها هيتغير. تعالوا نشوفها كده. تعالوا على ملف الاندكس بتاعنا، واجي مثلا على سبيل المثال اقول له لو قيمه الاي دي، قيمه الاي ساوت ايه يا شباب؟ مش جت، احنا البيج نم مش احنا سميناها خلاص، مش احنا جايبينها، احنا ليه نقول له جت تاني؟ ما احنا قلناها فوق اهي، قلنا له ان بيج نم بيساوي جت وخلاص. صح؟ لو قيمه الاي دي ساوت الايه؟ اعمل لي ده، else اعمل لي حاجه ثانيه.
تمام. طيب ده عايزين نحطه بين ايه؟ بين كلاسيه ثانيه او سبان ثانيه، الكلاس بتاعتها اسمها ايه؟ اسمها كرن. تعال نشوف كده، نحط الاتش ريف ولا نحط، نخلي دي اللي جوه، هنخليها كده ونجرب ونشوف ماشي. وبعد كده ايه، احنا بدأنا بالاسبان يبقى لازم ننتهي بالايه؟ قفلة الايه؟ سبان. تعال نشوف اشتغل معانا كنبة. قال لك في ايه؟ في ايرور عندك هنا، كلاس تساوي كرنت لاين 46، في هنا ايرور 6. معناه ان هنا في مثلا حاجه تعب قفلت واتفتحت، ممكن برضه هنشوف كده، لسه هناخد حاجه. تمام، تعال نعمل ريفريش. قال لك بقى 45. تعال نراجع كده ايه، لان احنا عندنا كام اف يا شباب؟ عندنا كذا واحده. تعال ننزل دي سطر كده ونعمل تنسيق للكود بتاعنا، اوتو تنسيق كامل ليه. دي عندنا واحد مره اهو، تمام، وعندنا الايه الثانيه صح، تمام. وبعد كده ادي دي قفلتها، هي معموله الالس، تمام، دي اتقفلت خلاص. طيب بعد كده عندنا ايه؟ 4 صح، ملهاش ايه قفله، لان الاف اهي الالس بتاعتها وقفلتها، يبقى المفروض بعد كده انهي الايه، انهي اللوب بتاعي. اللوب ناقصه ايه؟ قال لك ايه 5، ونشوف الغلط بتاعنا يعني اشتغل الكود. المهم تعال بقى نحط الاسبان دي جوه على الاي اي نفسه، مش على الانكو يعني. هنا نقول له سبان كده، ناخدها من هنا ونشوف يشتغل معانا ولا لا. في حاجه غلط، تعالى كده نشوف، يمكن كرنت ديت انا كاتب اسمها غلط. اللي هي جوه سبان، كرنت جوه سبان، تمام، ومعموله دوت. المفروض ان احنا نستعمل كلاس ما نستعملش اي دي. تعال نجرب كده اي دي، برده هي في حاجه غلط هنا في ملف ال HTML نفسه او السي اس اس اللي فوق. نراجعه كده الاول، نشوف الاول ان الملف بتاعنا اتحمل ولا لا. انكر تاج راح جاب لي البتاع. طب نشوف كده الكود ما بتلونش لما انا احطه ايه، حطيت السبان دي صح. تعال نشيل السبان الاول ونشوف اتش ريف اندكس اي بيساوي كذا سبان كذا. تعال نشيل السبان دي، في عندنا نقطه صحيحه يا شباب لسه ما كملناش، خلي السبان دي دلوقتي. طب انا قلت له لو ايه، لو الاي سوى الايه، طب لو ما سواهاش اطبعها لي من غير ايه؟ اطبعها لي من غير ايه؟ من غير سبان صح؟ انا لازم اطبعها الاول عشان كده بيطلع لي نتيجه واحده. يعني شيل يعني لو سواها اعمل لي بس تاثير الكرنت عليه، لو ما سواهاش ما تعمليش تاثير الايه؟ الكرنت، عشان بس يبقى اطبع لي باقي الايه؟ بس الصفحات طبع لي اهوت. وطبعا هنا الكرنت بيج بيساوي ايه؟ 5. هنشوف بقى سبب المشكله دي ايه؟ يعني احنا لو جينا في الصفحه، واقفين في الصفحه رقم 1 تمام؟ تلاحظ ان هو لونها لك. طيب بعد كده ايه اتش ريف لا انا قلت له الاي بيساوي بيج نم، كل مره الاي بيزيد، اول مره هيساوي 1 اف، بس في فوق محددين الاي، ما هو لازم يبدا من كذا مش محددين، احنا لازم اقول له الاي بدا من 1. تعال هنشوف الكود القديم اللي انا كنت مجربه قبل كده اهوت، احنا عاملينها بالعكس، لو كانش ما يساويهوش كان لا يساويه اطبع لي العادي، لو كان يساوي اسبان اهو يا جماعه، مفيش ايه، مفيش انكر اصلا، يعني اسبان جاهزه اهيت. شوفوا يعني الكود قال لك ايه اهو، تعال نجربه كده بهذا الشكل، يعني مش موجود جوه انكر. احنا عشان عندنا اف وعكس، خليها زي ما ناخدها بالشرط القديم، بس نغير فيه من اول هنا لغايه هنا صح؟ تمام؟ نعمل له كده ونتاكد ان هنا ايه؟ هنا الديف مقفوله وكله تمام. الصفحه واسم الصفحه هنغيره. ثواني بس، بره الايه؟ بره اللوب صح؟ لان الديف يتقفل اكتر من مره. تمام. تمام كده، كانت الديف احنا طابعينها فين يا شباب؟ طابعينها جوه اللوب، كل مره بيقفل لك الديف وهي اصلا ايه؟ هي المفروض تتقفل مره واحده. يعني كانت غلطتنا هنا ايه؟ ان احنا الفور ديت
اخرها هنا، يبقى الديف دي لازم تكون ايه بره. شايفين نسقها لي التنسيق جاهز اهوت. انا عشان كده في الصفحه رقم كام؟ واحد. راح على رقم واحد هنا وراح جاي ايه عملوا كده وما خلوش لينك، لان انت واقف ايه عليه. ليه؟ عشان كده ما خليناهوش ايه لينك، مش محتاج انكر تاني. طب لو هو كان مش واقف عليها لازم اخليه ان هو يقدر ايه يضغط عليها. بقى رقم اثنين، طبعا احنا هنا الغلطه دي عشان هنا ايه اسم الصفحه غلط، اسمه كودز، احنا المفروض نسميه ايه اندكس. معلش انا وقت صوابعي بتسبق. نرجع باك كده ونعمل ريفريش. ادي الصفحه البيتش يعني المره دي بقى ليه السيرفر. هو شكله قال لك بريك عشان الصاله، بقى كفايه كده عليكم يعني. ما هو ده اوتوماتيك بالانكر اوريدي، البراوزر اي صفحه بتعدي عليها بيروح جاي عامل لك الانديت كليك لو انت عندك لينكات هنا. ولكن هنا ممكن نخليها ان هي فيزيتد او مش فيزيتد، عايزه تاثيرات سي اس اس ثانيه. بس انا مش عايز اخش في تعقيدات ثانيه، عايزها بصوره بسيطه الاول كده، بعد كده هنقول ايه حته لو كانوا 1000 صفحه الاخيره، ولو كان بدا في الخمسه يبدا يعرض لك ايه خمسه من هنا، ممكن ناخدها بعد كده ان شاء الله مفيش مشكله. يعني هو انت في وقفت في الخمسه وكان عدد الصفحات بتاعتك كام؟ 100. تمام؟ مع ان في مواقع كتير دلوقتي عشان الاس اي او بتحط لك الصفحات كلها. انت عارف كده؟ يروح يظهر هو ايه المشكله؟ عرضها كده 1 2 3 4 5 لغايه 10 هنا مثلا، وابدا اكتب لي 11 كده. بس انت في ايه الحاجه اللي انت بتبقى فيها حاجه فيها 1000 نتيجه مثلا؟ مواقع اخبار. مواقع اخبار زي ايه؟ مواقع اخبار مثلا من ماشي، ما ارشيف الاخبار ده او موقع الاخبار ده، يعني موقع جريده الجمهوريه، العدد الواحد بيبقى فيه كم مقال؟ او الباب الواحد، مش المقالات دي جوه اقسام؟ مش في حاجه اسمها عدد بتاع اليوم؟ يعني في اليوم الواحد يعني انت هتقسمه الاول على نطاق الايام صح؟ يعني يوم واحد الاول، يعني اهرام يوم الجمعه صح؟ في كم باب؟ في باب رياضه، في باب سياسه، في باب علمانيه، لان اكثر الجرايد اللي بتنشر العلمانيه في مصر بالكامل جريده الاهرام المصريه، بتجيب كتاب علمانيين يكتبوا في العلمانيه اللي هي اللادينيه، يعني اللي هي اللي هم كل العلمانيين اتفقوا على مبدا واحد وهو ايه؟ نحن ضد الدوله، نحن مع مبدا الدوله الايه؟ المدنيه. عموما مش هنخش في نطاق الحته دي، احنا استطردنا حته بعيد. فانت عندك اهرام الجمعه، اهرام الجمعه في كم في كم باب؟ باب اسمه الرياضه، باب الرياضه ده في كم مقاله؟ ما انت ما بتعرفش باليوم، انت بتعرف بالبتاع، انت كل اللي انت عايزه انت عايز بس حته لو هو 1000 صفحه في 1000 نتيجه ازاي تقول له الاخيره ويبدا التالي والسابق. انا خدها ماشي اوكي، بس انا بقول لك مبدئيا يعني غالبا اغلب المشاريع اللي انت عايزها هتبقى بهذا الشكل. لقيت النتائج كتير، انا بدل ما اقول له كده هقول له خليه عدد الصفحات داخل الصفحه كام؟ 10. ايه المشكله؟ خليه 10. فين البير بيج؟ خلي البير بيج ده يساوي 10. هيبقى عدد الصفحات اللي مطلوب عندي كام يا شباب؟ 2 بس. تعالوا كده نضغط انتر هنا، واحد وايه؟ واثنين. في بعض الاوقات بيبقى في نتائج كده جنب بعض، مش هتبقى مقاله ولها صوره وتحتها كلام وتحتها تعليقات، فممكن تزود العدد، هتلاقي نفسك في الاخر لغايه عدد الصفحات يوصل اقصى حاجه معاك 10 صفحات. طب احنا عايزين اكتر من كده، هنشوفها في وقتها ان شاء الله، عشان ده حسابات ثانيه برضه. ماشي، نرجع بقى للحته دي الثاني، ناخد الكود كده من الاول للاخر. سيلكت اي حاجه فروم ايه؟ التيبل اللي انا عايز اجيب منه الداتا. بعد كده خدت الريزلت ديت وحددت عدد العناصر اللي انا عايزها في الايه؟ عدد العناصر اللي عايزها في الصفحه. تمام؟ بعد كده حسبت عدد الايه؟ الصفحات. عدد الصفحات بيساوي ايه؟ عدد النتائج بتاعتك تمام على عدد النتائج داخل الصفحه الواحده. وبعد كده عملت له داله السله علشان ايه؟ عشان يقربوا لي الجبر للايه؟ للعدد الاكبر. طيب بيج نم، لو رقم الصفحه عايز رقم الصفحه الحاليه، لو كانت موجوده او كانت رقميه اعمل لي ايه؟ هاتها لي. طب لو ما كانتش موجوده هتخلي قيمتها بكام؟ بواحد. لغايه دلوقتي كده مفهوم؟ طيب بعد كده يبدا منين؟ ستارت ايه؟ فروم بيج نم ناقص ايه؟ واحد. وعرفنا ليه حطينا ناقص واحد دي؟ عشان لو كانت في الصفحه الاولى يخلي لي القيمه بكام؟ صفر، لان واحد ناقص واحد بصفر، وفي صفر في ثلاثه بصفر. تمام؟ مهم. ما هي بص انا بقول عايز ابدا، انا في جمله السيلكت دي محتاج اعرف يبدا منين. فلو هو في الصفحه الاولى او ما اصلا ما حددش رقم الصفحه، معناه ان هو عايز من اول النتيجه. ما لما ما تحددش البيش فوق معناه انت عايز الصفحه الكام؟ العشرة؟ عايز الاولى الطبيعي صح؟ فلذلك قلت له ايه؟ ناقص واحد علشان يخلي دي قيمته الناتج النهائي بتاعه يساوي ايه؟ صفر. انا ممكن اخليه كده مضروب فيه
تمام. وارجع تاني بعد كده بعد ما ضربته فيه، تعالى كده شوفها، اقول له ايه بقى؟ لو كان بيساوي واحد في الاول، واحد في ثلاثة بدأت، اقول له لو كان ستارت فروم ثلاثة خلي لي قيمته بكام؟ بصفر، صح؟ طب وبعد كده لما الراجل ضغط على الصفحة الثانية 2 في 3 بكام؟ بست، هيبدأ من 6؟ لازم يبدأ من 3، لأن أنا عايز يبدأ من إيه؟ من 0. لذلك حطيت له الإيه يا شباب؟ سالب 1 بكده، عشان لو 1 يبقى 0، عشان لو 1 تبقى 0، ماشي؟ فهمت؟ زمان مفهومة؟ وأنت كده كده الكود ده بتاخده كوبي بيست زي ما هو، ما تغيرش فيه ولا أي حاجة، بيتغير بس فوق هنا الكويري بتاعك، اسم الجدول اللي أنت بتجيب منه ايا كان الكوري اللي انت بتعمله، ونفس الكود ده بالكامل كامل معاك، ده ثابت، بتغير برضه هنا اسم الجدول وتبدا تحط نفس الحاجات. اه عشان لو انت عندك 20 نتيجه وعايز تعرض ثلاثه بس في الصفحه وتعمل للراجل صفحه 2 3، يعني انت ممكن اصلا في بعض الاوقات ما تحتاجش تعدد صفحات اصلا، ولكن احنا قلنا عشان لو انت احتجت حاجه نتيجه تقسمها على صفحات معدده او اكتر من صفحه بتعملها بهذا الشكل. وبعد كده قلت له جمله السيلكت بتاعتي، الليمت بتاعي ستارت فروم بير بيج، وبعد كده ايه؟ ريزلت يساوي دي بي كويري كيو اور داي كذا. لو الريزلت نمره عدد الصفوف بتاعتك اكبر من او يساوي واحد، معنى ان في نتيجه، اطبع لي النتيجه اللي انت لقيتها، ولو ما كانش يساوي اعمل اي حاجه ثانيه. تمام؟ مفهوم يا شباب؟ طيب جينا بعد كده للايه؟ للموضوع الارقام الصفحات اللي تحت والتنسيق بتاعها. طبعا السي اس اس ده هتلاقوه كتير جدا زي هنا، بنشوف برده ما فيش مشكله، بدورك على في موقع انا كنت شفت فيك اكتر من حاجه، يعني انا السي اس اس اللي عندي ده قديم، في اشكال ثانيه بقى بدل ما هي في مربعات تبقى في لها تنسيق ثاني، لها ظل، ايا كان التنسيق بتاعها ده مش هيفرق معايا. بقول له ايه؟ لوب الاي بتبدا من كام؟ من واحد. ليه؟ لان انا عندي الصفحات بتبدا من رقم كام؟ في صفحات تبدا من رقم زيرو؟ مفيش صفحات تبدا، يبقى لازم الاي دي تبدا من ايه؟ من واحد. طيب لغايه كام؟ لغايه عدد الصفحات اللي هتظهر عندي يا استاذ محمود. معايا؟ لغايه عدد الصفحات اللي هتظهر عندي، والاي بلس بلس معناها الاي كل مره بتزيد بمقدار ايه؟ واحد. طيب لو الاي دي لا تساوي البيج، بيج نمبر، يعني لو قيمه الاي ما بتساويش رقم الصفحه اللي هو واقف عليها، اطبع لي الايه؟ الاي بالصوره العاديه دي. طيب لو كانت بتساويها معناها ان هو واقف في نفس الايه؟ الصفحه، اطبع لي بس الاي دي ملونه، ما تعملهاش ايه؟ انكور تاج، عشان مش محتاج اضغط عليها لان انا واقف عليها. الاي دي فوق ازاي؟ مش فاهم. اي دي؟ ما هي الاي دي هي الاي اللي انا عملتها فوق. انا قلت له الاي اول مره هتبقى بواحد، بعد كده اللوب هيخليها يساوي اثنين، هيمشي الاي دي هيستدها لي باثنين، لان الاي دي كل مره بتتغير على عدد الايه؟ النتائج، عشان عندي لوب اهوت فور، وقلت له اي لو سميت دي ار يبقى غير كله خليه ايه؟ ار، والاي اف الار يساوي كذا، اطبع لي قيمه الايه؟ الار اهي. تمام؟ مفيش مشكلة عندنا، طبعا في حاجة كتبتها غلط بوظت الدنيا كده. اه لازم الار بلس بلس، لأن هو كده مرة سبت قيمتها على ايه؟ على واحد، ففضل يكرر لغاية ما المتصفح كان يقف منك مثلا، تمام؟ مفهوم يا شباب؟ في حاجة مش مفهومة في الجزئية ديت؟ تعالوا بس حط فهمناها. خلاص؟ فاصل ثم نواصل.